أولا الفتور هذه طبيعة الإنسان، ولا يخلو الإنسان من فتور، لكن يستعين الله سبحانه وتعالى بعلاج هذا الفتور بوجوه أهمها وأصلها وأولها وآخرها صدق اللجأ إلى الله سبحانه والدعاء باضطرار وافتقار، وعلى قدر افتقارك يغنيك، هذه حقيقة. كل ما عداها بعدها وسائل وأسباب. ومنها أيضا مصاحبة أصحاب الهمم العالية، فإن الإنسان يتأثر بصاحبه ولا شك، ويقلد من يراه ويعني يختلط به. والشيء الثالث مطالعة أمثال هذه الأخبار من أصحاب الهمم، فإن مطالعة أخبارهم وما كانوا عليه يحدو الإنسان إلى أن يسير خلف ركبهم ويحاول أن يقلد ما يستطيع من أحوالهم، ولا فأحوالهم علية وبعيدة على أمثالنا، إلا أن الإنسان يسعى على الأقل يسير خلف الركب. والله أعلم.